السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة وحال، ودايما دايما يا رب مبسوطين معانا بكل جديد بنقدمه في قناة فيها حاجة حلوة. طبعا زي ما انتم شايفين انا واخداكم دلوقتي على محل علي الشليمي في الوكالة، وكالة البلح القاهرة يا جماعة. طبعا مكانه في شارع الأحمدين، وهصور لكم بالظبط فين. قدام دلع رجلك زي ما انتم شايفين، شايفين محل دلع رجلك، مشهور جدا في شارع الأحمدين، وجنبه على طول اللي هو مسجد الشبراوي، اكتر علامتين مميزين قدام المحل بالظبط على الرصيف التاني، دلع رجلك ومسجد الشبراوي. اهو يا جماعة مسجد الشبراوي هو المحل بينهم، بس على الرصيف التاني من الناحية التانية. يا رب تكونوا مركزين معايا في الوصف عشان تعرفوا توصلوا بالظبط على المحل. وهقول برضو رقم الراجل في اول الفيديو عشان الناس اللي ما بتعرفش تطلع الارقام من صندوق الوصف او في عنوان الفيديو. رقم عالي يا جماعه 012-00-300-724. هقول تاني رقم عالي 012-00-300-724. ده شارع الاحمدين زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه، وطبعا قدام اللي هو على طول من دخلة السلطان أبو العلا، مسجد السلطان أبو العلا هو اللي في شارع اللي في وشه ده، اسمه شارع الأحمدين، ده مشهور ومعروف جدا. أنا ليه بوصف بالظبط كده؟ عشان الناس اللي جاية من بره القاهرة من محافظات وما يعرفوش أصلا لا الشارع ولا أرقام ولا عناوين ولا أي حاجة، فعشان كده بحب يعني أتك قوي على العلامات المميزة اللي في المكان. الحاجات دي اللي هي محطوطة على الستاند دي كلها ب15 جنيه، كل الحاجة دي يا جماعة البراهات زي ما انتم شايفين كلها ماركات طبعا ب15 جنيه. طيب الستاند ده في ايه كمان ب15 جنيه؟ في البراهات وفي اندرات وفي كرسيهات وفي كمان شرابات كولون، كلها ب15 جنيه. وعايزة اقول لكم ان من ضمنها حاجات بالتيكت، وهتلاقوني ماسكة منها حاجات بالتيكت في قلب التصوير عشان أأكد للناس. الناس اللي بتقول الحاجة اللي في الوكالة كلها مستعملة، لا ما بتبقاش كلها مستعملة. في جزء كبير بيبقى فيه بالتيكت، وفي بيبقى استعمال خفيف، وفي بيبقى مستعمل فعلا، دي حقيقة، بس مش كله مستعمل 100%. انت دوري وهتلاقي لقط، وهتلاقي حاجات كتير حلوة في الستاند ابو 15 جنيه ده، وهتلاقي حاجات بيك سايز وسمول وميديوم، وهتلاقي حاجات حلوة جدا جدا وكلها ماركات. تمام. طيب بالنسبة للأسعار بتبتدي من كام عنده؟ أول ستاند ده ب15 جنيه، ده أول ستاند اللي هو بره خالص اللي هو على الشارع اللي حطه ب15 جنيه. في ستاند تاني هتشوفوه في بقية الفيديو هتلاقوه عامل 50 جنيه، هتلاقوا ستاند تاني عامل 50 جنيه، وفي طبعا مقاسات كبيرة جدا عنده، مقاسات كبيرة في الكرسيهات وفي البراهات وفي طبعا الشرابات، في كذا مقاس ليها. تمام. شربات الكولون، وعنده مايوهات، وعنده على فكرة براندات السوفت وير اللي هي التريانف. الناس اللي كانت بتسألني كتير على التريانف، هو بيوفرها بس بتخلص على طول من عنده، فلو انت هتروحي مخصوص عشان التريانف دي يا ريت تكلميه الاول قبل ما تروحي بعد اذنك، يعني عشان ما تخش المشوار حرام على الفاضي. ولو التليفون كان غير متاح او مغلق يا ريت تبعتوله على الواتساب، هو عنده واتساب على الرقم اللي انا قلت عليه ده. مواعيده كل يوم ما عدا يوم الحد، وساعات بينزل برضو يوم الحد، بس هو موجود كل يوم من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 10-11 بالليل، هو موجود. تمام. اسمه علي الشليمي. بالنسبة للأندرات، عنده الأندرات كلها بالتيكت، عشان بس الناس ما تقولش كمان الأندرات مستعملة، يا جماعة الأندرات كلها بالتيكت، وهتشوفوها دلوقتي كمان في الفيديو. سعر الأندر الحاجات اللي على الستاند بره 15، واللي جوه 20. تمام، عشان بس الناس تبقى فاهمه كويس قوي في الاسعار. وعنده بوكسرات رجالي، عنده بوكسرات رجالي برضو، وعنده بناطيل هتشوفوها برضو في الفيديو معايا، عنده بناطيل حريمي بيتي، وعنده لانجري متوفر، ومايوهات حريمي واطفالي متوفر، سواء اطفالي ولادي او بناتي برضو متوفر عنده.
طيب بالنسبة للناس اللي بتروح البنات وما بيعرفوش ياخدوا قياساتهم في البراء، ما بيعرفوش يشتروا في البراء، وبيطلع مثلا ضيق، بيطلع واسع، بيطلع مش مظبوط. انا عملت فيكي جميلة العمر، هتلاقوني شرحالك اللي ازاي تاخدي مقاساتك في البرا وانت بره من غير ما تقيسي اصلا طبعا، يعني في وات ايفر بقى هتقيسي، يعني في حتى لو دخلتي براندات في مولات مش محتاجه انك تقيسي. هبعت لك في صندوق الوصف ازاي تعرفي تاخدي مقاساتك في البرا، ازاي تعرفي تاخدي مقاساتك في البوكسرات، البوكسرات اللي بتجيبيها مثلا لاولادك او لجوزك، ازاي تعرفي تاخدي المقاسات في البوديهات بتاعتك او البناطيل او اي حاجه، تعرفي تاخدي مقاسها ازاي بايدك، مش هقولك بالمزوره، بايدك ازاي تعرفي تاخدي بالظبط المقاس. هحط لك اللينكات دي كلها في صندوق الوصف، يا ريت تشوفيها وتتعرفي عليها عشان لما تروحي تشتري يعني ما تندميش او ما تغلطيش الغلطه اللي وقعوا فيها غيرك. تمام، زائد هحط لك كل اللينكات او كل جوالاتي في وكاله البلح عشان لو نزلتي تعرفي تشتري من المكان كله على التجار المعينين اللي انا صورت عندهم، لحد ان شاء الله الفتره الجايه ما اصور لكم كمان بقيه التجار اللي هم عاملين عروض واسعارهم محترمه جدا في الرجالي والحريمي والاطفالي والكوتشيهات كمان، الكوتشيهات الممتازه البراندات واللي هي سعرها حنين وتحفه التحف، حريمي ورجالي واطفالي كمان. هسيب لك كل ده في صندوق الوصف عشان تدخلوا عليه، وياريت تحملوا بعد اذنكم التليجرام عشان التليجرام كمان عليه حاجات حلوه قوي بتتباع عليه عشان تقدروا تحجزوها الناس اللي هي في المحافظات. ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. دي الاندرات اللي هي ب 20 جنيه اللي انا قلت عليها اللي هي بالتيكت، هتشوفوها دلوقتي. ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تعملوا اللايك طبعا للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على كلمه الكل عشان توصلك كل الاشعارات حصريا معاكي انت اللي تستفيدي وطبعا تعرفي المناسب ليكي في السوق عموما. متشكره جدا ليكم على دعمكم وعلى ثقتكم فينا، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، ومستنيه اقتراحاتكم في المنتدى وارائكم على اداره القناه، رقم اداره القناه على الواتساب. ويا رب دايما معاكم وليكم في الخير بإذن الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.